مبدئيا بس كده بالكلام مع أستاذة سمر. أستاذة سمر أنا عندي سؤال، المشروع بتاعك متعلق بحاجتين، متعلق بالتمكين الاقتصادي للسيدة المصرية ونبدأ الأول من الفيوم صح كده، ومتعلق بمسألة تدوير نفايات النخل. جاتك الفكرة دي منين؟ مبدئيا يعني أنا كنت بشتغل في ده من 2012، كنت في مع منظمة العمل وبرنامج الغذاء العالمي، كانوا مستهدفين تمكين السيدات أمهات الأطفال المتسربين من التعليم. تمام، بحيث ان احنا ندخل دخل زيادة جوه الأسرة، فالست ما تضطرش ان هي تتخرج ابنها من التعليم عشان يشتغل. تمام، ده اول حاجة. انا لما يعني دوست في الحكاية شوية وابتديت اشوف مردود ده على الست ايه وعلى الأسرة ايه، الموضوع عجبني بصراحة، فروحت مطبقة عليه رسالة الدكتوراه بتاعتي. حلو. قست بقى العائد الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للسيدة، التقدير المجتمعي ليها بعد ما نهشت الدكتوراه خلاص؟ الحمد لله. وانا عمال اقول لك يا استاذه مش دكتوره من 2016 مش كده، لا الف مبروك متاخر، كملتي. الله يبارك في حضرتك. اثر ده بقى عليها، التمكين الاقتصادي ده بقى عليها، على التقدير المجتمعي ليها، على نوعيه حياه الطفل. يعني احنا كنا بنروح للسيده تاني بعد ما عملت بقى مشروع وبقى فيه دخل ثابت للاسره، الطفل بقى لبسه مختلف، بقى في ايده لعبه، بقى يتقدم له اكل مختلف عن الاول، مكان بقى نظيف احسن من الاول. فاول عائد بيطلع من التمكين الاقتصادي للسيده هو حياه الطفل. ده احلامه نفسها بتتغير بالظبط، يعني طموحاته واحلامه، اقدر اعلمه، اقدر اصرف عليه، اقدر يتمنى، ما خلاص الست هي اللي بقى في ايديها الفلوس دلوقتي بتصرف عليه. تمام، فده دي شويه خبره كده قليله كانت عندي، زائد توجه المحافظة عندنا، قيادات المحافظة الحقيقة قيادة مستنيرة جدا، هم عايزين يمكنوا أو يخلقوا تكتلات اقتصادية للحرف التراثية اللي بيشتهر فيها الفيوم. عندنا الأعلام اللي هي بالخوص أو اللي هي الحاجات بتاعة النخيل، في عندنا العجميين الجريت، في عندنا النزلة بالفخار مشهورة برضو، قرية تونس، وبرضو كل الحاجات الصديقة للبيئة، والحمد لله أن هي كلها صديقة للبيئة.